السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن طور الزومبي وفورتنايت بشكل عام. هذا الفيديو راح نحكي فيه كثير شغلات مهمة وخصوصا التسويق الأسبوعي، وهلا خلينا نبلش بالفيديو. طبعا ما تنسى تحط اللايك والاشتراك، وهلا فوت علي بالإنترو. يلا وهلا نبلش بالسوق الاسبوعي. طبعا قبل مثل العاده نبلش اول شيء طبعا منزل الكود S70، وهلا بنشوف ايش رح يكون بالسوق الاسبوعي شيء جديد. طبعا مثل ما انتم شايفين طونا هذا الفنجان، حكيت لكم عنه بالتسريبات ونزلوا ما في شيء ثاني بس الفنجان كل ما هنالك. وبالاضافه نزلوا عنا تحديات جديده، نزلت عن تحديات اسمها، ونزلت تحديات جديده اسمها تحديات الصقيع للفورتنايت، وتدخل هون بتدور هون بقلب التحديات هتلاقيه. ها هي ضارب الموج الامواج، ضارب الامواج، ضارب الامواج رح تاخذ انت فيه الاوتلاندر. هذا الكونستراكتر الرجل الجليدي طبعا حكينا عنه قبل المره، وين هون الابطال هون كونستراكتر. هذا طبعا الشخصيات اللي كثير انا كثير بفضلها، هاي الشخصية. الابيليتي تبعته يتم اصطياد الاعداء الواقفين على الهيكل المتأثرة بالقاعدة بنسبة 15%، ووقت يجي يضربوه يتم اصطياد الاعداء الواقفين على الهيكل المتأثرة بالقاعدة، ويتم تجميد الاعداء الذين يلحقون الضرر بالهيكل عن يضرب الهيكل لمدة 4 ثواني يتجمدوا، كل 15 ثانية يتجدد هذا الاشي على الزومبي نفسه. بس هي كل ما هنالك، بس شخصية جدا جميلة وجدا مهمة يعني عشان اللي حاب ياخذها ويملكها. هاي بالنسبة للموضوع الأول. الموضوع الثاني الفنجان، هذا سلاح ما فيه أي شيء بس دشتيه مشان أحطه بالكوليكشن بوك. بس السوق الأسبوعي وأهم شيء موجود فيه المسدس بس، والباقي شغلات عادية. ونرجع هون كان في عندك شوية فلاكسات لا تحب تشتريها، كمان بتلزمك تطوير الشخصيات، وبالإضافة عندك الخزنات ممكن كمان نشتريها حتى بتساعدنا نفتح مساحة أكبر وتصير عندنا مساحة أكبر حتى نقدر ناخد شغلات أكثر، ومشي نقفل عن بعض الأشياء اللي ممكن تلاقي فيها عليها قفل. وممكن تحدد شفت عندك فول كتير وفولة ممكن انك تكسر بعض الشغلات اللي ما تلزمك مثل الاخضر والابيض والهدول والازرق. وعندك هاي كمان تلزمك عشان تكسير ملفات، ناخد هدول اثنين صمدين. وايش طلع لنا كمان ناخد؟ اتوقع ما ضل اشي مهم، هدول انا ما بيهموني. هاي اتم عشان تكسير بس ليس اكثر او بس. وهون طبعا هذا نزل الارض اسمه قردون، نشتري كمان لانه كتير مهم جدا. شو هاد قابل ايش؟ هذا غير قابل للإهداء، غير قابل للإهداء. أيوة بس أنا حبيت أشارككم فيه وفتح اللامات لأنه صار عنا كتير رقم جدا كبير، تقريبا صار لنا شي 15800. وبأنه اليوم الفيديو كنت رح أعمله أساسا امبارح عشان فتح اللامات، فحبيت اليوم أفتحه ونشوف حظ العالم كلياتها. طبعا هلا أول شي رح نبلش بـ10 لامات بس، بيكفي هيك لنشوف شو حظنا رح يكون فيها. أنا أول فيديو كان بالأساس رح أعمله فتح لامات، بس ولكن قلت امبارح أجله اليوم عشان بس يكون السوق الأسبوعي مش في آخر الأخبار، نعطيكم معلومات اشياء جديدة رح ينزل بالسوق بس، ويعني نضيفه لفتح اللامات. يعني هو بالنهاية رح يكون فيديو، وحتى عنوان كان مثل ما شفتوه كان فتح اللامات وليس عن تجديد السوق الاسبوعي، هو رح يكون هيك اكثر شيء. طبعا اذا شفتوا كثير قصير يعني لمدة 5 دقائق رح مدلكم اياه. انا كمان بالاضافة رح اضيف لكم جيم بلاي من فورتنايت، واعطونا رايكم اهم شيء بالفورتنايت. انا صرت العب على الشرق الاوسط وما عاد العب على سيرفر اوروبا، ما عاد العب عليه من هلا ورايح، صرت العب بس على الشرق الاوسط. It's the marriage. Make it snow.
وبيكون هون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسى تحط لايك والاشتراك في سنانك اليوم في تجديد، وعطينا آرائك وأفكارك تحت بالتعليقات وشو مشان نحسن القناة ونشوف شو يناسبكم أكثر إشي. وبس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.